اوكي اي ثينك وي ار ان جود شيب. ها شباب شايفين الكفر بتاع الكتاب؟ تمام ايوه دكتور. اوكي طبعا المحاضره بتاعت النهارده هي تكمله للمحاضره اللي احنا خدناها الاسبوع اللي فات. المحاضره دي غايه في الاهميه. احنا ستيل في شابتر رقم 2, ذا سكند شابتر, تابلر اند جرافيكال ميثود سمرايزنج كواليتاتيف اند كوانتيتيف داتا. طبعا خدنا المره اللي فاتت زي بعمل فريكوينسي ديستريبيوشن فور كواليتاتيف داتا او فور كوانتيتاتيف داتا. برضو افتكر معايا اتس ريلي فيري امبورتنت وداخل وانفولفد في اور نيكست اكزام, نيكست بيريوديكال اكزام اللي هيبقى الاسبوع اللي جاي. خلي بالك داخل في تشابتر 1 مهتم جدا بالديفينيشنز. انا اعتقد كمان ان التوتوريالز within this week maybe they will have a pop up quiz او ممكن يبقوا هم نزل لكم assignment to solve it as a quiz, فانت لابد انك تكون مذاكر كويس جدا الاسبوع ده. تاني بفكرك ان chapter number 1 كان فيه بعض الimportant definitions. definition of statistics it's really very important. the statistical steps, the various statistical steps, classification of statistics, other descriptive, inferential, exploratory, it's really very important. what the difference between a sample and a population, sampling in statistics, stages of statistical sampling. كل ال points اللي احنا اتكلمنا عليها it's really very important. also the measures of measurements. انت عندك النومينال والاوردينال والانترفال والريشيو, you have to know the differences between them. وانه نوع من الداتا بيشتغل مع انه ليفل اوف ميجرمنت. خلي بالك المره اللي فاتت المحاضره رقم 2 احنا اتكلمنا على سمرايزنج كواليتاتيف داتا وسمرايزنج الكوانتيتاتيف داتا. تابعني النهارده خليني نراجع كده على بعض القوانين اللي احنا قلناها والديفينيشنز اللي احنا قلناها المره اللي فاتت. يعني ايه فريكوينسي ديستريبيوشن تيبل؟ احنا اتكلمنا قبل كده ان هو اتس ا تيبل فور ا داتا سيت ان ويتش داتا ار درايفد انتو كلاسز. يعني مجرد ان هو جدول انا بجمع فيه البيانات داخل كلاسز مختلفه. ذا نمبر اوف اوبزرفيشن اوكيرد ان ايتش كلاس از ذا فريكوينسي, عدد الاوبزرفيشنز اللي بتتحط في ايتش كلاس من الكلاسز ده بيدي لك الفريكوينسي او التكرار اللي انت بتحتاجه علشان تقدر تنشئ الجدول بتاعك. كمان خلي بالك الفريكوينسي ديستريبيوشن ده فيه تعليق مهم قوي جوفاني خليني اقول لك عليه. واحد من الديس ادفانتجز بتاعه الفريكوينسي ديستريبيوشن, في عيب كبير في الفريكوينسي ديستريبيوشن خلينا نتكلم عليه في البروبلم اللي احنا في المساله اللي انا هحلها دلوقتي. ففكرني بيه. في حاجة كمان مهمة قوي احنا شفناها المرة اللي فاتت كان اسمها relative class frequency. اذا تفتكروا يعني ايه relative class frequency, كنت بجيب الفريكوينسيز المختلفة اقسمها على total number of frequencies او sample size, وبالتالي بطلع percent. البرسنت دي انا بقدر استخدمها as a probability of appearing observations اذا كنت بكلم على qualitative data, او اذا كان بطلب probability with respect to certain values in a quantitative data. طيب بجيبه ازاي؟ طبعا الديفينيشن بتاعه خلي بالك اذا fraction of the total number of observation in each class and it captures the relationship between a class frequency and the sample size. يبقى انا دلوقتي فاهم كويس قوي ان relative class frequency is simply هو الفريكوينسي على السامبل سايز, وبالتالي بيطلع لك البروبابيليتي اللي انت تقدر تستخدمها زي ما انت عايز. افتكر كمان ان في فرق كبير جدا بين البار تشارت, مش كبير قوي يعني, بين البار تشارت والهيستوديجرام, ان هما الاثنين تقريبا هما البيرفكت شيبس, اكتر شيبس انا بحب ان احنا نستخدمها مع بعض. وان البار تشارت هو خاص بالكواليتاتيف داتا وان الهيستوديجرام خاص بالكوانتيتاتيف داتا. خلي بالك ان البار تشارت بيبقى عندك الهوريزونتال اكس موجود عليه الاوبزرفيشنز وايل الفيرتيكال اكس موجود عليه الفريكوينسيز. اتس اكزاكتلي ذا سيم لايك ذا هيستوديجرام, بس الهيستوديجرام بيبقى الهوريزونتال اكس موجود عليه الداتا نيوميريكال, لكن في حاله البار تشارت بتبقى الداتا اللي عندك كواليتاتيف داتا. طبعا الناس ما تنساش ان في الكوانتيتيف داتا از مور براكتيكال فور اس تي ام فور ساينس تكنولوجي انجينيرنج اند ماثماتكس, لان انت بتعبر عن الداتا بتاعتك بارقام وهي اقرب انواع الداتا بالنسبه لي. باشمهندسين حضراتكم تابعيني؟ تمام تمام يا دكتور. طيب اوكي
حلو جدا، خلينا نعمل داونلود فور اتندنس جست. اوكي طبعا لو انا دخلت على اللي بعده انا بتكلم على برضو خلي بالك من الكلاس ديزاين. الكلاس ديزاين ده كان من المواضيع المهمه قوي بالنسبه للكوانتيتيف داتا. خلي بالك ان الكلاسز ماست بي اوف ايكوال ويدثس، اتس ريكومندد. كلاسز ماست بي ماتشلي اكسكلوسيف، يعني الداتا اللي بتخش في الفيرست كلاس اتس كومبليتلي ديفرنت ذان الداتا اللي بتخش في السكند كلاس او سيبريت. اللي بيخش في الكاتيجوري الاولانيه لا يمكن يظهر في الكاتيجوري الثانيه او الكاتيجوري الثالثه. خلي بالك ان الكلاسز ماست بي كونتينوس، يعني الانترفال دي بتخلص الانترفال اللي بعديها بتبدا. Remember ان the number of classes should be sufficient for a clear description of the data. آخر requirement ده اللي بيدي لك المعنى بتاع ان الداتا بتاعتك collectively exhaustive، او ان الداتا بتاعتك كلها بلا استثناء لابد انها تدخل within ال table بتاعك. برضو خلي بالك ان ال class widths بالديفينيشن بتاع الكلاس ويتس ان الويتس بيساوي الرينج بلس 1 على النمبر اوف كلاسز. القانون ده غايه في الاهميه. خلي بالكوا يا باشمهندسين ان انا ممكن ادي لك از ا جيفن النمبر اوف كلاسز، وانت علشان تعمل ديزاين للفريكوينسي ديستريبيوشن تيبل لازم تجيب الويتس اند فايس فيرس. ان انا ممكن ادي لك الويتس خلي بالك وانت تطلع النمبر اوف كلاسز. بص على القانون كويس باشمهندسين، حضراتكم تابعيني حضراتكم فاهمين انا بقول ايه؟ تاني بص على القانون، القانون بيقول الويتس بيساوي الرينج بلس 1 ديفايدد باي نمبر اوف كلاسز. بيتهيألي نفس القانون ده انا ممكن هنا اكتب النمبر اوف كلاسز واقول الرينج بلس 1 ديفايدد باي الويتس، ولا ايه؟ تمام حضراتكم تابعيني؟ ايوه تمام دكتور. تمام يعني انزل معايا كده، المساله دي من المسائل المهمه قوي، المساله دي ظريفه قوي. بيقول the following data represent the highest temperature recorded all over the 50 US states, organized them in a frequency distribution with 7 classes. stop جوفاني انا مديك ايه؟ ايه الجيفن اللي هنا؟ شايف ايه الجيفن اللي هنا؟ ارقام. ايه ارقام؟ لا انا قصدي في الباراجراف اللي فات كان ايه اهم حاجة انا اديتها لك كهنت؟ قلت لك organize them in a frequency distribution with 7 classes، صح يا جوفاني؟ يعني انا مدي لك النمبر اوف كلاسز. خلي بالك انا كان ممكن اعمل نفس المسألة بالظبط واقول لك the following data represent the highest temperature recorded on all over the 50 US states, organize them in a frequency distribution with class widths مثلا 5 centimeters أو with class widths 5 أو 7 أو 10. يبقى أنا اديتك ال class widths، أنت مشكلتك إنك تجيب ال number of classes، ودي تقدر تجيبها على طول من القانون الوحيد اللي أنا بستخدمه، إن أنا بدل ما ال number of classes given زي المسألة اللي أنا حلها دلوقت كان ممكن أديك ال widths وأنت تطلع ال number of classes نفس الكريتيريا. طيب أنا علشان أعمل الديزاين بتاع الشكل بتاعي او اعمل اول حاجه الفريكوينسي ديستريبيوشن، هو طلب منك انك تعمل فريكوينسي ديستريبيوشن، وطلب انك تكونستراكت ا فريكوينسي سبورتنج هيستو دايجرام وكوميونيتي فريكوينسي. سالك على بعض البروبابيليتيز، قال لك ارسم الهيستو دايجرام. اول خطوه اعملها اعمل ايه؟ ابص على الداتا اللي موجوده قدامي، حدد اكبر فاليو الابر باوند يعني، واقل فاليو اللي هي اللور باوند. يبقى انا لازم اجيب الهايست اوبزرفيشن واجيب اللوست اوبزرفيشن. ابدا بص كده، اكبر اقل قراءه موجوده عندي هنا هي كام؟ بص كويس، اقل قراءه موجوده هي مين؟ ها 100 صح ولا ايه؟ حضراتكم تابعيني؟ تمام يا دكتور. واكبر اوبزرفيشن موجوده قدامك بكام؟ ها 112. يبقى 127 اكتر، ها 133، ايوه هي الاكبر، يبقى 133 انزل 133 في 133 يبقى اذا الهايست اوبزرفيشن هي 133. اقدر اوجد الرينج بسهوله، الرينج هيساوي الابر باوند ناقص اللور باوند. يبقى انا كده جبت الرينج، يبقى 133 ماينس 100 ده يديني 33. يبقى انا جبت الرينج بتاعي. الستيب اللي بعديها هات الانترفال ويدث. هاو تو ديتيرمين ذا انترفال ويدث؟ هقول على طول هو عباره عن الرينج بلس 1 على النمبر اوف كلاسز. يبقى 33 بلس 1
ده يديني 34 divide them by 7 يبقى انا طلعت ان الانترفال ويتس بتساوي 4.8. يبقى اذا consider بدل ما هو 4.8 let's approximate it. يبقى انا هعتبر ان الكلاس ويتس بتاعي وليكن بخمسة. تاني الخطوات خلي بالك مهمة قوي. انا اول حاجة عملتها شفت اعلى قراءة موجودة اقل قراءة موجودة جبت الديفرنس بينهم ده اللي هو الرينج بتاعي. الرينج دايما بزود عليه واحد عشان المسألة دي مهمة قوي. انا زودت على الرينج واحد دايما ثابت. القيمة اللي طلعت قسمتها على number of classes طلع 4.8 approximated is gonna be 5. يبقى انا عارف ان الانترفال ويتس بيساوي 5. We will consider 5 as the interval ويتس. الستيب اللي بعديها بشوانسين هبدأ اختار ازاي هقدر ارتب الانترفلز بتاعتي. لما ابدا ابص فوق تاني اللور اقل قيمه موجوده بمية. يبقى جوفاني هنزل كده هعتبر ان الفيرست انترفل ات ويل ستارت فروم 100 تل 105. الانترفل اللي بعديها تبدا من 105 تل 110 اند سو اون. يبقى انا هبدا ارتب الانترفلز بتاعتي من 100 ل 105 من 105 ل 110 من 110 ل 115 115 ل 120 and so on. بالفعل انا عملت لك كده. ادي الداتا انا حطيتها قدامك والتيبل بتاعي اهو. طبعا مجرد ما انا جبت الكلاسز لازم اتاكد من كذا حاجه ان اللور باوند اوريدي اكزيست within the first class ان الابر باوند ات ماي اكزيست ات ذا ات هاز تو اكزيست ات ذا last class موجودة وان number of classes لابد ان هو to adjust مع كل البيانات اللي احنا خدناها. هو عايز 7 classes we already have 7 classes. قدهم كده 1 2 3 4 5 6 7 we are in a good shape. يبقى انا جبت 7 classes بتوع. الستيب اللي بعديه على طول ابدأ هات الكلاس مارك. ابدأ هات لي الكلاس مارك. ليه مهم ان انا اجيب دايما الكلاس مارك؟ هتبان قوي اهميتها مع الستارت بتاع شابتر 3. اول ما نبدا نشتغل على شابتر 3 هيبان لك قوي ايه اهميه الكلاس مارك. طيب هجيب الكلاس مارك ازاي؟ الموضوع بسيط. هقول 100 زائد 105 واقسم على 2 يبقى 102.5. 105 زائد 110 واقسم على 2 يبقى 107.5. اللي بعديها 110 زائد 115 على 2 يبقى 112.5 and so on. كان ممكن اعمل حاجه كمان جميله قوي يا باشمهندسين. كان ممكن ابدا بالاولانيه اقول 100 زائد 105 على 2 اللي هو 102.5 بعدين زود كلاس ويتس يبقى ده 102.5 زود 5 يبقى 107.5 زود 5 يبقى 112.5 زود 5 117 وهكذا لغايه لما اوصل تو ذا لاست كلاس. How to check إن الرقم ده صح؟ الأمر بسيط قوي. اجمع 130 plus 135 واسم على 2. يبقى ده أصبح 165 على 2. I'm sorry 265 divided by 2 يبقى يديرك 132.5. يبقى إذن أنا جبت الكلاسز جبت الكلاس ماركس بتاعتي. ابدأ خش على التالي. أنا هبدأ خش على التالي أهو. الناس تخلي بالها معايا. أول value 112. يبقى إذن أنا همسك الألم بتاعي وهنزل أشوف فين 112 it's gonna be within the third interval. يبقى أخش قدامها وأروح حاطط شارت 100. يبقى إذن first interval أحط شارت 127 make a mark. هنزل أهو 127 دي تبقى في أنهي كلاس يا باشمهندسين؟ ها بيتهيألي 6th class between 125 and 130. يبقى 127 حطيت العلامة بتاعته. يجي بعد كده 130 127 حطيت 120. ال 120 يا ترى ال 120 تبقى محطوطه فين؟ في الفورث ولا في الفيفث؟ يا ترى في الكلاس رقم 4 في الانترفال 4 ولا في الانترفال رقم 5؟ شايفين ايه يا باشمهندسين؟ 5 ايوه لازم تكون 5. الكل يخلي باله ان الكلاسز دي ستارتنج فروم اللور ليميت بات ليس ذان الابر ليميت. طبعا انا اوريدي عملت ده فوق للداتا اللي موجوده عندك. باشمهندسين في كمان حاجه لازم تخلوا بالكم منها. جاست ا سكند بليز هخلص واجي لحضرتك هشتغل على ده خلاص وهحاول اضغط المحاضره شويه لغايه المره الجايه. تمام يا باشمهندسين معايا؟ طبعا
انا في معلومه كمان عايز اوريها لك، عايزك تشوفها وتخلي بالك منها. بص على الارقام اللي قدامك دول، 50 رقم. انت يعني اللي قدامك دول 50 رقم، متخيل لو انت موجود عندك يعني على البيس اوف بيبر دي انت عندك 200 رقم، او متخيل مثلا انا عملت عينه فيها 500 فوصلني الفيدباك بتاعهم ارقام زي ما انت شايف، مستحيل تطلع منها بحاجه. تعال بص على الارقام دي، مين اكبر قراءه مين اقل قراءه؟ مش هتعرف تحدد. ام سوري، مين اكتر تكرار مين اقل تكرار، مين الفاليو ويذين ذا هايست فريكوينسي عشان تقدر تكمل الشغل بتاع الستاتستكس بتاعك. انفورشنتلي مش هتعرف تعمل ده. انزل معايا، متابعيني يا باشمهندسين؟ طبعا لو انت واخد بالك انا سجلت البيانات كلها. طبعا هنا برضو المثال ده ظريف قوي انه بيوضح لك حاجة، لان النمبر اوف فريكوينسيز او سامبل سايز كبير او مناسب، يعني ان انت تشوف هاو تو ازاي الفريكوينسيز دي ار بيلدينج اب. يعني هنا مثلا 5 زائد 5 زائد 5 ادي كده 15، و3 يبقى 18. شوف بمجرد النظر، لان انا بعمل 5 وبسيب مسافه وبعمل حزمه تانية وهكذا، يبقى اذا بسهوله قوي انا عندي هنا 2، اللي تحتيها دي 8، اللي بعديها دي مش عارف 18، اللي بعديها 13، اللي بعديها 7، هنا 1 observation، هنا 1 observation. يبقى سهل قوي ان انا اجيب الفريكوينسيز. طالما جبت الفريكوينسيز خلاص الموضوع بقى من اروع ما يمكن، اقدر اعمل اي حاجة انا عايز. يبقى اذا الفريكوينسيز دي بسهولة قوي اقدر ان انا اقلبهم كلهم بلا استثناء، واقدر اجيب الريلاتيف فريكوينسي او البروبابيليتي زي ما احنا كلنا فاهمين. بشوانسين تل ذا تايم بينج، في اي مشكله مع اي حد مطرح ما انا واقف، اي حد عنده اي مشكله واتسو ايفر؟ متابعيني مع حضرتك يا دكتور؟ اوكي روعه. انزل على الستيب اللي بعديه. الستيب اللي بعديها انا عايز اجيب الريليتيف فريكوينسي. ازاي اقدر اجيب الريليتيف فريكوينسي؟ الامر سهل خالص، معلش اديني ثانيه كمان، خليني اخد التنزنس عشان احاول احافظ على نسبه الحضور بتاعكم موجوده معايا. ازاي اجيب الريليتيف فريكوينسي؟ الريليتيف فريكوينسي سهل قوي اجيبه. هقسم النمبر اوف فريكوينسيز على السامبل سايز او التوتال نمبر اوف فريكوينسيز. يبقى انا هقول 2 اوفر 50 يديني 4%، 8 اوفر 50 يقوم يديني 16%، اللي بعديها 18 اوفر 50 36%، 13 اوفر 50 26% and so on. طبعا for sure ان لو جمعت الريليتيف فريكوينسيز دي كلها على بعضها it has to equal 1، لابد انها تساوي 1. يبقى انا دلوقتي فهمت ان الريليتيف فريكوينسي ازاي بقدر اجيبهم من الفريكوينسيز بسهوله جدا. يا باشمهندسين انا بستخدم الريليتيف فريكوينسي لو انا طلبت منك probabilities related للانترفلز، يعني عايز probability within a range. يعني مثلا خلينا نشوف يارا. يارا what is the probability of having a temperature between 105 and 110؟ ايه احتمال ان اعلى درجة حرارة تكون ما بين 105 و110؟ ها؟ نقسم الفريكوينسي. ايوه اقسم الفريكوينسي على مين؟ على التوتال نمبر. طيب ما هو موجود اهو قدامك اهو، اللي هو بيساوي كام؟ 0.06. ما انت لو قسمتي 8 على 50 هيدي لك 16% already exist. يبقى اذا الريليتيف فريكوينسي ده بيجيب لي البروبابيليتيز وانس ان انا عندي البروبابيليتي within a range. يعني مثلا على سبيل المثال what is the probability of having a temperature between 105 and 115؟ ايه احتمال ان درجه الحراره من 105 ل 115؟ اعمل ايه؟ هنعمل ايه تاني؟ هنجمع 16 مع 36. يس اكزاكتلي رايت. اقدر بسهوله قوي اجمع 0.06 زائد 0.36. يبقى اذا الميزه الكبرى من وجود الريليتيف فريكوينسي ان انا اقدر اوجد انه نوع من البروبابيليتيز، البروبابيليتيز اللي within an interval. طبعا كمل معايا
وانس ان انا جبت الريليتيف فريكوينسي اقدر برضو ان انا اجيب الكوميونيتي فريكوينسي. دي ار نوت ريليتد بس اقدر اجيب الكوميونيتي فريكوينسي. لو الناس فاكره كويس من المحاضره اللي فاتت انا بنقل الاثنين بعدين بقول 2+8 يبقى 10, 10 بلس 18 يبقى 28, 28 بلس 13 يبقى 41, 41 بلس 7 يبقى 48, 48 بلس 1 يبقى 49, 49 بلس 1 يبقى 50. وبالتالي أبقى أنا قدرت أن أنا أجيب الكوميونيتي فريكوينسي بتاعي. خلوا بالكم أن لازم الكوميونيتي فريكوينسي for the last interval يكون بيساوي كل sum of all frequencies بتاعت السامبل اللي أنا واخده. أنا هنا end up having 50 وهنا لما جمعت الفريكوينسيز كلها برضو طلعت بخمسين. اللي بعده أنا ممكن أقدر بسهولة قوي أجيب الريلاتيف كوميونيتي فريكوينسي. إزاي بجيب الريلاتيف كوميونيتي فريكوينسي؟ ها حد فاكر؟ سيبك من اللزان من العمود ده هفهمه لك كمان شوية, بس أنا دلوقتي بتكلم على الار سي اف. حد يقدر يجيب لي الار سي اف؟ ها بنجمع الريكوينتي فريكوينسي, بنجمع الريلاتيف فريكوينسي. انقل 0.04 بعدين اقول 0.04 بلس 0.16 يبقى 0.20, 0.20 بلس 0.36 يديلك 0.56, 0.56 بلس 0.26 يديلك 0.82 and so on. وطبعا اللاست انترفال لازم تكون بتساوي واحد, زي بالظبط لما اجمع الريلاتيف فريكوينسيز بتديني واحد. برضو في طريقه تانية, انا كان ممكن ان انا اقسم كل الكوميوليتيف فريكوينسيز على التوتال سامبل سايز. يعني اقسم 2 على 2 على 50, 10 على 50, 28 على 50, 41 على 50, 48 divided by 50, واطلع البرسنتجز اللي حضراتكم شايفينها في الريليتيف كوميوليتيف فريكوينسي. اي حد عنده اي مشكله؟ الامور كلها واضحه؟ في مشاكل؟ تمام يا دكتور. دكتور اي حد عنده اي استفسار؟ اتفضل. هو دلوقتي ازاي فانت مثلا جبت لي سؤال ازاي افرق ان انت عاوز مثلا الريليتيف فريكوينسي او مثلا انت عاوز الريليتيف كوميونيتي فريكوينسي؟ بسيطه. لو انا جيت اقول لك وات جاست اسم حضرتك مش باين قدامي, اسمك ايه؟ وليد. بص يا باشمهندس وليد, انت شايف القلم اللي انا كتبته ده؟ شايف ايدي بتحرك فين؟ لس زين شايفها؟ اقرا كده ايه اللي مكتوب. دول مين؟ less than 105, less than or equal 110, الايكوال مش هيفرق معايا, less than 115, less than 120, دول الابر باوند بتاع ال various classes اللي موجوده معايا باشمهندس وليد؟ معاك يا دكتور. لو انا قلت لك what is the probability, يعني اوجد البروبابيلتي that the temperature will be less than 110, يبقى بكام؟ تبقى 0.2, لاني هستخدم relative community frequency. What is the probability of having a temperature less than 130, يبقى أنا هستخدم الـ relative community frequency اللي هي 0.98. طيب لو أنا جيت أقول لك what is the probability of having a temperature higher, خلي بالك higher than 120, أكبر من 120, الجدول أو الـ relative community frequency بيدي لك الأقل من. لكن لو أنا عايز أجيب الأكبر من, الـ value اللي موجودة عندي اللي هي 0.82 لابد أنك تطرحها من واحد, يبقى أنا بجيب الـ complementary value بتاعة الـ probabilities المختلفة اللي موجودة هنا, يبقى 1 ناقص 0.82 اللي هو بيديني 0.28. يبقى إذن أنا بستخدم الريلاتيف كوميونيتي فريكوينسي في حالة البروبابيليتيز اللي أقل من أو الأكبر من. معايا يا باشمهندس سين؟ معايا. طيب الريلاتيف فريكوينسي إمتى أستخدمه؟ الريلاتيف فريكوينسي بستخدمه لو أنا عندي البروبابيليتيز within an interval. يعني find the probability that it is more than 105 but less than 110. More than 110 وأقل من 125. يبقى انا مدي لك probability inside an interval او within an interval, استخدم relative frequency. طبعا علشان لو انا بستخدم less than يعني اقل من او اكبر من, بستخدم relative community frequency. كده واضح؟ واضح ده. مش كده وبس, خلي بالك هو انا يعني انا ما هو انا ممكن استخدم, انا ممكن اعمل اللي انا عايزه. يعني لو انا جيت اقول لك ايه what is the probability of having a temperature less than 115,
طب ما انا ممكن ببساطة اجمع 18 زائد 8 زائد 2، صح كده ولا ايه؟ هيديني 28، 28 اقسمهم على 50 جبتها. فهي هي بس عشان تسهل حياتك، لكن انا هنا عندي مانوفر كبير قوي واقدر اعمل مانيبيليشنز كتير قوي لو انت عايز. تمام يا وليد؟ تمام تمام. انزل مع، اتمنى ان الكل يكون فهمني. اي حد عنده اي استفسار قبل ما انقل على حاجه تانية؟ طيب تمام. انا عايز ارسم ابين البيانات دي. طبعا واضح جدا الفرق الرهيب ما بين الداتا اللي كان شكلها باللي انت شايفه قدامك ده، وما بين ان انا قدرت ان انا احطها في فريكوينسي ديسيبل بالشكل الجميل. اعلى درجة حرارة كررت فين؟ موجود ما بين 110 115. اعلى درجة حرارة تم رصدها كانت كانت بكام؟ تقريبا ب 132.5. عرفت منين انها 132.5؟ استنى، هو ما فيش رقم في الجدول 132.5. طيب اعلى درجة حرارة كانت تقريبا كام؟ انا هعتبرها 132.5. ليه؟ في حين ان اعلى درجة حرارة كانت 133. الجدول اللي قدامك ده فيه مميزات كبيرة قوي. لم البيانات، وضحها، جمعها. انت عندك الفريكوينسيز، بس عندك مشكلة خطيرة جدا 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 بالنسبة لأي فريكوينسي ديستريبيوشن. الأوبزرفيشن it loses its identity. كل الأوبزرفيشنز اللي عندك it loses its identity. يعني أنا يعني إيه يعني إيه الكلام ده يا وليد؟ خلي بالك يا جوفاني، يعني أنا عارف إن في الفترة من 100 ل 105 عندي 2 observations، بس هم بكام؟ هم بكام دلوقتي وأنا بص في الجدول؟ هم بكام؟ حضرتك مش هتعرف ولا أنا أعرف، بس إحنا عارفين إن متوين ال 100 وال 105 عندي كام فريكوينسي؟ 2. نقطة تانية، أنا عارف مثلا إن من 105 ل 110 في 8 observations، في 8 states تم رصد أعلى درجات حرارة فيهم within 105 ل 110. طب هم مين الستيتس دول أو بكام درجات الحرارة دي؟ أنا معرفش. يبقى المشكلة الكبرى بتاعت الفريكوينسي ديستريبيوشن تيبل إنه بالنسبة للquantitative data إنه الobservations they lose the identity. انت ما تقدرش تطلع الاوبزرفيشنز، خلاص انت عارف بس ان من 110 115 في 18 قراءه، في 18 اوبزرفيشن، لكن هم بكام انت ما تعرفش. عشان كده الكلاس مارك غايه في الاهميه، لان الكلاس مارك بيقول لك ان من 115 مثلا ل 120 انا عندي 13 اوبزرفيشن. طب ال 13 observations دول المفروض يبقوا بكام؟ كل واحدة فيهم ب 117.5. يعني أنا بستعيد بالكلاس مارك عن، خلي بالك، أو الكلاس ميد بوينت عن الأكشوال كلاس اللي موجودة قدامي. باشمهندسين حضراتكم تابعيني؟ تمام حضرتك. المشكلة دي واضحة. تمام. انزل بقى معايا ازاي برسم الهيستو دياجرام. افتكر تاني إن أنا هبدأ هنا، هبدأ أهو 100 105 110 115 120 125 130 135. يبقى اذا انا جبت الانترفلز بتاعتي اون ذا هوريزونتال اكس، بعدين بجيب الفيرتيكال اون ذا فيرتيكال اكس، بحط الفريكوينسيز الفيريس فريكوينسيز بتاعتي، بعدين بخش قدام كل انترفل مثلا من 100 ل 105 هتلاقي ب 2 بشد خط زي ما حضرتك شايف ولونه، بعدين من عند 105 لغاية 110 الفريكوينسيز بيساوي 8 وهكذا. أصبح الشكل زي ما حضرتك شايفه. طبعا المسألة دي برضو بتدي لك ميزة كبيرة قوي. شوف، بدل ما كان عندي هبص في الجدول ده واطلع لفوق وانزل لتحت، لكن مجرد ما بصيت على الهيستو دياجرام الداتا بتاعتي كلها كاملة. كمان يا باشمهندسين، لو انا حبيت الريليتيف كوميونيتيف فريكوينسي هيستو او الريليتيف كوميونيتيف هيستو دايجرام ده، انا مش هجيبه لك لانه مينينجلس يعني، لكن الاو جيف اللي هو الريليتيف كوميونيتيف فريكوينسي ده غايه في الاهميه. وافتكر ان انا كنت بروح قدام ال105 اللي هو الابر باوند، اروح حاطط الفاليو مثلا 2، عند ال110 بروح حاطط ال2 زائد ال8، طبعا بقسم على يعني بطلع الريليتيف كوميونيتي فريكوينسي بحطه قدام الابر باوندز، يعني اكني برسم اللزان ديستريبيوشن قدام الريليتيف كوميونيتي فريكوينسي. يعني قدام ال105 هحط 4 من 100، 110 هحط 0.2، 115 بحط 0.56 and so on. ودايما الشكل بتاع الريليتيف كوميونيتي فريكوينسي هيبقى بالوضع اللي انت شايفه ده.
الهوريزونتال اكس موجود عليه الابر باوندز بتاعت الانترفلز المختلفه, وايل الفيرتيكال اكس متقسم within maximum بواحد. فتلاقيني شغال 0.2 0.4 0.6 0.8 1 دايما ثابت. لو انطلب ان انا اعمله يبقى انا عرفت ازاي بستخدمه. على فكره الاستخدام الاساسي للريليتيف كوميونتي فريكوينسي ان ذا اولدن تايمز كان انك تجيب less than probability. يعني لما اقول لك what the probability of having temperature was 125, هروح داخل قدام 125 اطلع vertical لو الرسمه دي مرسومه مظبوط قوي كده 125, اقطع الكيرف وبعدين امشي horizontal يبقى مثلا 0.92 مثلا. يبقى اذا قدرت ان انا استخدمه عشان احسب probabilities المختلفه. انزل معايا ده الشكل برضو الجدول تاني, وهنا مثلا بيقول لك what is the probability of having a temperature less than 115 هتساوي 0.56. طيب ده بجيبها على طول من الجدول. واضحة يا باشمهندسين؟ في اي مشاكل مع اي حد؟ ها دكتور بعد اذنك, يعني انا دكتور لما بيجي يسالني على probability اجيبها له من الار اف ولا من الار سي اف؟ انا بس البروبابيليتي اعتمادا انا عايز اجيب اني بروبابيليتي. لو انا عايز اجيب بروبابيليتي للزان اقل من او اكبر من بجيبها من الريليتيف كوميونيتي فريكوينسي. معايا جوفاني؟ مع حضرتك يا دكتور. يعني مثلا وات ذا انت بقى جاوبني وات فايند ذا بروبابيليتي ذات اكس للزان 125 تبقى بكام؟ 0.96 0.96 96%. يبقى إذن أنا بستخدم على طول الRelative Community Frequency في حالة إن أنا بجيب probabilities less than certain value. طيب برضو أنت شوفاني what is the probability of having a temperature more than أو higher than 120؟ أعملها إزاي؟ يبقى واحد ناقص 0.82 روعة شوفاني فعلا مظبوط 100%. طيب لو انا بقى جيت زي هنا المساله دي وقلت لك what the probability that the temperature will be between the recorded temperature will be 110 and 115, يبقى انا على طول اقدر اخش هنا 110 115, يبقى البروبابيليتي بتاعتي من الريليتيف فريكوينسي ما تروحش لده هتساوي 0.36. طيب لو انا معجب قوي بالريليتيف كوميونيتي فريكوينسي وانت عايز تجيب the temperature between 110 and 115 مثلا, اقدر احسبها من الـ relative community frequency ان انا اطرح خانتين من بعض ده اذا انا عايز. يعني اقول 0.56 ناقص 0.2 هيدي لك 0.36. حضرتك متابعني؟ ما حضرتك يا دكتور. يبقى اذا انا في ايديا manipulations كتير جدا, يا اما ان انا اجمع لو انا بجيب intervals يبقى بستخدم على طول الريليتيف فريكوينسي. طيب لو انا بستخدم انترفلز اكتر من كده, يعني مثلا جيت اقول لك what is the probability that the temperature will be between 110 and 130, من 110 130 اعمل ايه؟ اقطعهم من بعض. ممكن اجي عند ال 130 هيبقى 0.98 واجي عند مثلا ال 110 اللي هو 0.56 get the difference يبقى انا جبتها. وممكن حاجه تانية اجي اجمع من 110 لغايه 130 من الريليتيف فريكوينسي, يعني 0.36 زائد 0.26 زائد 0.14 زائد 0.02 هيديك نفس القيمه. معايا جوفاني؟ مع حضرتك يا دكتور. بس كده. تاني انا باكد الديس ادفانتج الكبير بالنسبه للفريكوين يعني مش الكبير, هو الديبند, هل انت هيفرق معاك ان انت عايز تطلع الاوبزرفيشنز باي سيلف ولا مجرد ان انت بترصهم؟ غالبيه الناس بلا استثناء وغالبيه الابلكيشنز انا يهمني التكرار واقدر استحمل نسبه الخطا بتاعه الداتا اللي موجوده او الاوبزرفيشن اللي موجوده بين الاوبزرفيشنز اللي موجوده بين 115 و 120 اللي هم 13 اوبزرفيشن. ممكن اقبل الايرور ان انا هتجاهلهم هم نفسهم وهستبدلهم ب 117.5 اللي هي الكلاس مارك بتاعه الانترفال دي. مش وانسين انتوا فاهمين كلامي كويس؟ كلام يا دكتور. طيب تمام, اتمنى ذلك.
انزل بقى معايا دي بعض مثال لأمثلة. وزي ما أنا بحاول أنظم البريوديكال كويزز وزي الفاينل بالضبط، على سبيل المثال بعض الأسئلة اللي ممكن تجي لك هنا عشان مبقاش حد عنده أي حجة واتسو أذر. بيقول هنا طبعا choose the correct answer for each of the following questions. In the previous lectures أنا وريتك البوبل شيت اللي انت هتجاوب فيه، يعني تخش على السؤال رقم واحد هو A، السؤال رقم اتنين هو B، السؤال رقم ثلاثة هو C. انا اكدت عليكم اكتر من مرة، معلش لازم اقول النقطة دي علشان مش هيحصل فيها تولرنس. انت الامتحان جاي لك 10 مودلز، فده معناه انه صعب جدا ورقتين جنب بعض هيبقوا نفس الكلام او في ظهر بعض هيبقوا قريبين من بعض، لأن الامتحان هيرجع تاني الورقة تتعد بعد 10 طلبة، فمستحيل ان انت هتلاقي ورقتين او نسبة ان ورقتين يبقوا شبه بعض او قريبين من بعض كنماذج هتبقى قليلة قوي. فأرجوك ركز جدا في النقطة دي. هنا مثلا بيقول to find the class widths، عشان اوجد الكلاس widths افتي هتلاقي عندك A B C and D. الـ A بيقول A divide the class frequencies in half، divide the class frequency by the number of observations. Find the difference between two consecutive lower class limits. None of the above. إيه رأيك؟ Which one is correct؟ أني واحدة صح؟ تاني. To find the class widths. رقم واحد. Divide the class frequencies in half. Divide the class frequency by the number of observations. Find the difference between two consecutive lower class limits. None of the above. What do you think? إيه رأيك؟ وإحنا ليه عددنا النهاردة مش كتير؟ يا شباب انتوا ضيعتوا ولا إيه؟ انتوا رحتوا فين؟ في مشكلة في الإنترنت؟ سمعيني؟ حضرتك None of the above. See? None of the above. سي اي سي يا الكوريكت انسر هو سي. هو بيقول لك عشان اوجد الكلاس ويتس، عشان اوجد الكلاس ويتس، الكلاس ويتس اللي هو من 100 ل 105، يا ترى اجيب الفرق بين تو كونسكتيف لوور كلاس ليميتس 105 ناقص 100 بيديني الكلاس ويتس، او العكس 100 الابر كلاس ليميتس 110 ناقص 105 بتاع تو كونسكتيف كلاسز 110 ناقص 105 يديني 5، يبقى انا اقدر بسهوله قوي احسبه، صح ولا ايه؟ يبقى اذا سهل قوي ان انا اجيبه. طبعا divide the class frequency by the number of observations في البطيخ، لو قلت لك divide the class frequencies in half في البطاطس لان ملوش دعوه باي حاجه يعني. انزل كده بيقول to find the class midpoint. ركز جوفاني، to find the class midpoint. يا ترى find the difference between consecutive lower limits ولا divide the class frequency by the number of observations ولا divide the class interval in half and add the result to the lower limit ولا none of the above. يا ترى انهي اجابه صح؟ يعني طيب mid point، يعني mid point نقطه الوسط، mid point نقطه المنتصف، mid point class mark، صح؟ عشان اوجد علامة الفترة او نقطة المنتصف بتاعت الكلاس بتاعت الانترفال اعمل ايه؟ رقم ايه؟ رقم ايه؟ ايوة divide the class interval in half and add the result to the lower limit. فعلا انا لو خدت فعلا برضو دي من احد الاساليب، انا ممكن اقول 100 زائد 105 على 2، او ممكن اقول ان الانترفال ويدث دي بخمسة اقسمها على 2 باتنين ونص حطها على 100 يديك 102 ونص، وهي دي الاجابة المظبوطة. طيب انزل على المسألة اللي بعديها او السؤال اللي بعديه بيقول which of the following statement is true regarding assemble. يا ترى it's a part of a population، الكلام ده صح ولا غلط؟ It must contain at least 5 observations، كلام ده صح ولا غلط؟ It's a part of a descriptive statistics. معلش خليني أنا أجاوب السؤال ده لأن أنا عايز أركز على دي. العينة الناجحة يفضل إن كل interval من الانترفلز العينة الناجحة ما ينفعش بأي حال من الأحوال إن أنت تقللها عن خمسة، عن خمس أفراد.
لان اقل من ذلك ما تستعمل بيبليشن. يعني لو واحد بيقول لي انا هاخد عينه والبيبليشن بتاعي مش كبير، طب ما تستخدم البيبليشن طالما انت بتتكلم في يعني في 5 اوبزرفيشنز بس، او اقل من 5 اوبزرفيشن 2 او 3 او حاجه زي كده يعني. فاصطلح على ان رقم 5 يكون اقل عدد لسامبل، ما ينفعش انها تقل عن 5 عن 5 انديفيديوالز يعني. حضراتكم معايا يا باشمهندسين؟ طبعا هنا الاختيار الصح all of the above، كلهم مظبوطين. It must contain at least 5 observations. فعلا السامبل it's a part of a population. فعلا it's a part of descriptive statistics. The descriptive statistics dedicated mainly for sampling أو for the study of a sample. تمام يا باشمهندسين معايا؟ مع حضرتك. انزل على اللي بعده. بيقول a discrete variable is رقم واحد an example of a qualitative variable، ولا can assume only whole number values، ولا can assume only certain clearly separated values، ولا none of the above. طب ليه ما تبقاش سي؟ عشان ده يبقى برضه يعني جزء واحد بس يعني من عمل ليه؟ ده هو بيقول لك discrete variable can assume only certain clearly separated values. يعني مديلك ارقام واضحه منفصله عن بعضها، عشان كده ما اقدرش ان انا استخدمه continuous. ما اقدرش اقول كان اسيوم اونلي هول نمبر فاليوز، ما اقدرش استخدم دي لانه هول نمبر فاليوز يعني ممكن اقول 13 14 15 16 ما يبقاش ديسكريت يعني. An example of a qualitative variable، لا طبعا لان الديسكريت ملوش اي علاقه بالكواليتاتيف، ده خاص بالكوانتيتيف تايب اوف داتا يعني. طيب لو بصيت على اللي بعديها بيقول categories are exhaustive when naturally exhaustive. I'm sorry collectively exhaustive. فالcategories categories يعني الclasses يعني الintervals. بيقول لك are exhaustive when كمل there is a meaningful zero point، بالتالي ملوش دعوه بالبطيخ. zero point دي كانت موجوده في الريشي ليفل. كمل اللي بعديها the objects can be ranked، بتالي دي حته برضه هناك في شابتر 1. each object must appear in at least one category. no لان دي معناها ان كل object او observation هيتكرر في كل الكاتيجوريز او في اكتر من كاتيجوري، لانه بيقول لك in at least one category يعني يظهر في واحده بس على الاقل. يبقى اذا السي دي برضه كلام نونسنس. each object can be included in only one category. ده معنى كلمة ان هما exhaustive. يبقى كل عنصر من العناصر بتاع الداتا موجود في category واحدة دخل فيها، تم توزيعه فيها. ده مثال للmultiple choice questions اللي انت معرض ليهم، هيجي لك امتحانك زيهم. دول في حاجات اسهل من كده بكتير، ده مثال لحاجات فيها بس يعني ايه انك تتعب دماغ ممكن سنة تفكر في حاجة. انزل معايا ده sheet exercise number 2 موجود هنا for the following frequency distribution of students grades in mathematics من 0 ل 6 من 6 ل 12 احيانا كتيرة جدا في الامتحان. انا ممكن يعني اشيل من عليك كاهل ان انت تعمل تيلي، لان عمليه انك تنظم الداتا اللي موجوده في شكل تيلي بتاخد وقت كبير جدا، وخصوصا بالنسبه للكوانتيتيف داتا. لكن بالنسبه للكواليتيتيف داتا ممكن، ليه لا؟ تعال انزل. فدايما في الامتحان هتلاقيني افضل اديك الكلاسز واحط لك الفريكوينسيز قدامها بدل وسكيب الحته بتاعت التاني، واسيب لك بقيه الجدول انت تكمله. طبعا بسهوله جدا انا لو جمعت 6 زائد 15 زائد 13 14 20 مش عارف ايه، لو جمعت الارقام دي على بعضها بجيب التوتال نمبر اوف فريكوينسيز.
يعني جبت سامبل سايز. طيب ازاي تجيب الكلاس مارك؟ الكلاس مارك سهل قوي، لان انا اللي هو الكلاس ميد بوينت انا بكل بساطه هخش على الانترفال الاولانيه هقول 0 بلس 6 على 2 يبقى هيديني 3، اللي بعديه 6 بلس 12 على 2 يبقى انا جبت الكلاس مارك اللي بعده، وهكذا يبقى انا جبت الفيريس كلاس ماركس. طيب ازاي اجيب الكوميونتي فريكوينسي؟ الامر سهل قوي، هنقل 6 هقول 6 زائد 15 يبقى ب 21، 21 بلس 13 يبقى اللي بعده، وهكذا يبقى اذا بقدر اجيب اكمل كوميونتي فريكوينسي. طيب ازاي اجيب ريليتيف فريكوينسي؟ برضو الامر سهل، هقسم 6 على التوتال نمبر اوف فريكوينسيز، 15 على التوتال نمبر اوف فريكوينسيز، وهكذا. خلي بالك المواضيع دي سهله بس بتلخبط، ولازم تبقى شاطر في استخدامك للكالكليتر، يعني تستخدم كالكليتر كتير بحيث انك تقدر تضرب بسرعه وتحافظ على الوقت بتاعك. طبعا عندك مجموعه كبيره من البروبابيليتيز. اول خطوه لو انا عايز اجيب الكلاس مارك، تاني جوفاني هقول 0 زائد 6 على 2 يبقى ب 3، بعدين الحركه اللي بعديها انا شايف الانترفال ويدث بيساوي 3 يبقى 3 بلس 3 بقى شايف ان الانترفال ويدث سوري بيساوي 6 يبقى 3 بلس 6 بقى 9، 9 بلس 6 بقى 15، 15 بلس 6 بقى 21، 21 بلس 6 بقى 27، 27 بلس 6 33 and so on لغايه لما اوصل ل 57. طب عايز اعرف انا صح ولا غلط، اعمل ايه؟ هروح جاي قايل 54 بلس 60 يوم ده يدي لك 100، يدي لك 114، 114 لو انت divided by 2 هيبقى 57، we are in a good shape. يبقى اذا كل ال previous class marks are all in a perfect shape، كلهم مظبوطين. طيب ازاي هجيب ال community frequency؟ الامر سهل خالص، هرجع تاني انقل ال 6، 6 زائد 15 21، 21 بلس 13 يديك 34، 34 بلس 14 يديك 48، 48 بلس 20 يديك 68 and so on. يبقى انا جبت الفاينل هو 160. It's exactly the same لو انا عايز اجيب الريلاتيف فريكوينسي، همسك الفريكوينسيز المختلفه واقسم كل واحد فيهم على التوتال نمبر بتاعهم. باشمهندسين متابعيني في اي مشاكل؟ تمام. يبقى انا هقسم 6 على 160، 15 على 160، 13 على 160، 14 على 160، 20 على 160، واجمع الريليتيف فريكوينسيز دي كلها على بعضها تطلع بتساوي 1. الخطوه اللي بعديها على طول يا باشمهندسين، اقدر اجيب الريليتيف كوميوليتيف فريكوينسي. ازاي هجيب الريليتيف كوميوليتيف فريكوينسي؟ برضو either two solutions، يا إما أرسم الـ cumulative frequencies على الـ total number اللي هو 160، يا إما أنقل على طول على بعض الـ relative cumulative frequencies. إزاي؟ يعني هاجي أخذ 0.037 أنقلها هنا، بعدين أقول 0.0375 أجمعها على 0.0937 يوم يديني 0.1312125، أخذ الرقم ده أجمعه للرقم اللي بعديه. طبعا زي ما أنت شايف هنا أنا محافظ على مثلا 5 decimal places 4 decimal places. في الامتحان لو عندك شيء من هذا القبيل كافي قوي أن أنت تبقى 3 decimal places، ما تزودش عن كده واعمل approximation. طبعا ده يعمل لي مشكلة، خلي بالك يا جوفاني، لان ده هيعمل يعني كوميوليتيف ايرور هيظهر معاك. لو انا جيت اجمع الايرور ده ولقيت ده مش بيختم بواحد، يعني لقيت ده مثلا يعني لقيته بقى 0.98 او 0.99.05، انا اكتبه واحد. لو جيت اجمع وانا بعمل ابروكسيميشن لقيت الرقم اللي طلع 1.015، انا اكتبه بواحد. مفهوم يا باشمهندس؟ لأن حضرتك عملت approximation. دي مش هتحصل في المسألة اللي موجودة قدامك لسبب بسيط، لأن أنا ما عملتش approximation، فاضي وقاعد في البيت وبراحتي وقاعد عمال أكتب الأرقام زي ما أنا عايز. معايا مش مهندسين؟ تمام. طيب what is the المثال ده كان بيتكلم إن دي الgrades بتاعت 160 students، فأنا ممكن أسألك في بعض probabilities. ركز معي بقى، what is the probability of having a student with his marks between 12 and 18؟ probability دي بكام؟ احتمال إن أنا ألاقي طالب جايب من 12 ل 18، يعني probability of x more than 12 and less than 18، الاحتمال ده بكام؟ أنا عمال أدوس بالـ RCF اللي هي 0.2125 0.08125.
اللي هو 8% تقريبا 8% تقريبا. طيب what is the probability that we will have a student his marks between 12 and 30 between 12 and 30 جاي probability of x more than 12 and less than 30 ها اعمل ايه؟ يبقى هجمع الثلاثه دول على بعض 0.08125.0875.12.5 اجمعهم على بعض. طيب what is the probability of having a student his marks less than 30 marks احتمال انه يبقى اقل من 30 0.425 كده روعه الكل كده بيتاق. في اي حد عنده اي مشكله يا باشمهندس متابعني؟ دكتور بعد اذنك انا حضرتك دكتور قلت مثلا من 12 لحد 30 طب احنا ليه يا دكتور ما استخدمناش الار سي اف؟ الار سي اف ممكن استخدم الار سي اف ممكن اجيب البروبابيلتي بتاعه 30 واطرح منها البروبابيلتي بتاعه 12 هيديني نفس الفاليو لو انا جمعت الارقام 0.08125 زائد 0.0875 زائد 0.125 تمام يا شوفاني؟ تمام دكتور. انا اقدر اوصل للاجابه بتاعتي باكتر من طريق يا اما استخدم الريلاتيف لانهم كلهم اصلا محسوبين من بعض يا اما استخدم الريلاتيف كوميونتي فريكوينسي يا اما استخدم الريلاتيف فريكوينسيز واجمعها على بعضها اتس اب تو يو براحتك زي ما انت شايف ممكن اعمل اي حاجه في دول يعني انزل. طبعا هنا الشكل بتاع الهيستو ده طبعا برضو باكد لك تاني يعني ايفن ثو ان الجدول موجود قدامي وان الارقام موجوده لكن انت بتتكلم في ايه؟ تعال بص كده شوف المنظر بتاع الهيستو دايجرام فوري بيدي لك انديكيشن وبيدي لك تمثيل ان يعني غالبيه الطلبه مثلا اكبر نسبه من الطلبه جايبه ما بين 24 لغايه لان انا بحسب هو ده الكلاس ميد بوينت بين 4 اطرح 3 يبقى دي ب 24 لغايه مثلا 49 ام سوري 48 يبقى دي غالبيه اكبر نسبه في الطلبه جايب الدرجات دي. اعلى درجات موجوده في الكورس حصل عليها 8 طلبه بيتهيألي. اقل درجه الطلبة سجلتها في الكورس كان 5 طلبة أو 6 طلبة وكانت ما بين 0 لغاية 6 مثلا يعني. طبعا الأو جيف دايجرام نفس الوضع بالظبط بروح عند الأبر كلاس وبرسم قدامه الأرقام بتاعتي يعني أكني برسم الريلاتيف كوميونتي فريكوينسي مع الليزين ديستريبيوشن. طبعا هنا البروبابيليتيز المختلفة موجودة عندك مفيش أي مشكلة whatsoever. دي مسألة تانية مطلوب ان انت حضرتك تكملها وتحلها هتشوف مع الباشمهندسين اذا كان مطلوب انك تحلها يعني as exercise خلي بالك او quiz او assignment جهز نفسك في المسألة دي ده اذا ما كانش already تم حلها داخل السكيشن. اي مشاكل مع اي حد يا باشمهندسين؟ الامور كلها واضحة؟ تمام. طيب هل في اي حد عنده اي مشاكل او اي استفسار اقدر اجاوبه عليه؟ لو سمحت يا دكتور. اتفضل يا فندم. حضرتك انا التسجيل بتاعي كان فيه مشكله وكان عاملين تسجيل مبدئي قديم كده مختلف. معلش محمد انا مش هقدر اساعدك في اي حاجه ريليتد للريجستريشن او ريليتد للادمنستريتيف ورك لان مش من صلاحيتي بس اقدر انصحك. حضرتك لسه ما سمعتنيش للاخر. طب ما انا عايز اساعدك اشوف. طب اتفضل. ام سوري انا اسف ان قطعتك. لا ولا يهمك حضرتك. فهم بس لسه الماده متسجله لي بقى لها اتسجلتني من كام يوم ودي اول محاضره احضرها. هل